يوم اليتيم العربي يؤكد حرص المجتمع على دعم الأيتام من كافة النواحي التي من الممكن أن تساعدهم على العيش براحة وأمان دون الشعور بنقص معين بسبب فقد أحد الأبوين. لذلك فإن المؤسسات الأهلية تعمل بشكل متواصل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال المشاريع الوقفية الاستثمارية والفعاليات الترفيهية المتنوعة. المزيد من التفاصيل مع الزميلة خولة الجرينيز في سياق التقرير التالي. يوم اليتيم العربي هو يوم سجله التاريخ لمنح الأطفال فاقدي حنان الأبوين لحظات خاصة يعيشون فيها، لحظات قد لا تعوضهم عن فقد عزيز لديهم، ولكنها تؤكد على أن المجتمع لم ولن ينساهم. أهمية ليش إحنا اليوم وجهنا أهمية للأرامل تحديدا في الاهتمام بحقوق الأيتام، لأن الأرامل نفس الأرض الخصبة، إذا إحنا ما بدينا من الأرض ما راح نطلع للجذور. فالأرامل عليهم مسؤولية قانونية، أن هناك جهات معينة راح تحاسبهم في البلد إذا صار في تقصير، جمعيات حقوق الطفل، القانون البحريني يكفل حق اليتيم. فالأم لما تقصر في هاي الجوانب وتمنع ابنها من حقوق، حقه في التعليم، حقه في الأمان، حقه في العيش حياة كريمة والحياة الاجتماعية اللي بيطلبها، راح تتحاسب قانونيا. الجهود الجبارة التي تبذلها الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام والأرامل تجزم بأن الإحساس باليتيم ومحاولة رسم الابتسامة على شفتيه بحاجة إلى العمل الدؤوب والمتواصل. ومن بين الجهود الأهلية التي ترعى اليتيم تبرز جمعية السنابل لرعاية الأيتام. نعتمد يعني بعد الله سبحانه وتعالى على تمويل مشاريعنا من المتبرعين والمحسنين، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية الوقفية التي تخص الجمعية. فولله الحمد عندنا 3 مشاريع سابقة العائد منها يصب في تمويل مشاريعنا للأيتام داخل البحرين. إحنا عندنا لجنة مختصة من أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في مجال الاستثمار والعقارات وإلى ذلك. فالمتوقع أن يعني حسب خبرتنا في هالمجال أن في ظرف 4 إلى 5 سنوات بالكثير يكون تم تغطية تكاليف المشروع بالكامل، وتبتدي يعني تمويل مشاريع الجمعية في على جميع المستويات، المشاريع الموسمية أو الكفالات الشهرية أو كفالات الطلبة الجامعيين وغيرها. كفالة اليتيم ودعمه في حياته اليومية لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تمتد إلى المعنوي والتوعوي بضرورة معرفة حقوق اليتيم. إن هذه الفعالية القصد هم الأرامل يكون يعرفون يعني حقوق أبنائهم، خاصة اليتامى يعني، ويعرفون شلون يعني إنهم يتصرفون معاهم، شلي لهم شلي عليهم، خاصة في الأمور النفسية. طبعاً أن اليتيم بيكون مختلف عن الشخص العادي. ويجب ان تكون له يعني مراعاه خاصه، حتى ان احنا يعني نقدر ان نطلعه يعني بصوره طيبه طبعا لخدمه البلد والوطن يعني. قلبي راعش ابوي يومها توفى نايم قدام عيني والليل اللي بعده. فكره اليتيم لا تقتصر على المحاضرات فقط، ولكنها صور اخرى من بينها الفن الهادف. قبل سنتين كنت كاتبها يوم توفى الوالد الله يرحمه. أول إن كنت أغني من زمان، بس إن أول ما توفى بدأت هديت شوي. عقب حزت اللي كنت برجع أغني، كل ما أكتب شيء هو اللي في بالي، فكتبت الأغنية عنه. وكل ما أكتبها كنت أصيح، خلصتها في شهر تقريبا وغنيتها. وإن الهدف منها اللي عندهم أب خلي يحافظون عليه. المعاني السامية والتجارب الإنسانية كشفت عن العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق اليتيم التي شدد عليها القانون وكفلها الدستور. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.